وللمزيد ينضم إلينا عبر الهاتف أستاذ أيمن محسب، مقرر لجنة أولويات الاستثمار العام بالحوار الوطني. أستاذ أيمن بعد التحية، هي جلسات بتستهدف المناقشة البناءة والشفافة لكل قضايا المجتمع من أجل الوقوف عليها ومن أجل إيجاد حلول لها. في رأيك يا فندم، ماذا يعني يريد المواطن وما الفائدة التي ستعود على المواطن المصري من الحوار الوطني، وأيضا كيف سيتحقق ذلك من خلال الحوار الوطني؟ اهلا بحضرتك واهلا بالتلفزيون المصري والساده المشاهدين. في البدايه يعني ما حدث بالامس في الجلسه الاولى للحوار الوطني هو يعني الحقيقه كاشف جدا لما يطلبه المواطن المصري، وكاشف جدا للاراده السياسيه التي تحتضن هذا الحوار، وكاشف بشكل مباشر ان ليس هناك اي خطوط ايا كان لونها حمراء او صفراء او خضراء. الحقيقه الكل تكلم باريحيه شديده، الكل طلب ما يريد، الكل قدم اطروحاته من وجهه نظره، سواء كان حزب يميني، حزب يساري، مواطن عادي، استاذ في الجامعه، خبير متخصص، رجل اعمال. الحقيقه احنا شفنا امبارح يعني نموذج للديمقراطيه الشعبيه غير مسبوق، وهذا لابد ان يعني نقول ان الحمد لله الاصوات الكثيره اللي كانت بتتكلم على الحوار هيبقى مفيد ولا مش مفيد، هل الحوار الوطني هيبقى جدي ولا مش جدي، ليس هناك يعني ابلغ من الرد الذي تم بالفعل. اما فيما يتعلق ما يطلبه المواطن المصري في النواحي الاقتصاديه، هي عادي، المواطن المصري طبعا نظير الكساد العالمي والغلاء الغير مسبوق في دول العالم كلها عشان الازمه الروسيه الاوكرانيه اللي اطاحت باوروبا كلها ورفعت الاسعار لاربع خمس اضعاف، وبالتالي نحن جزء من هذا العالم وتاثرنا مثل باقي الدول. الناس بتتكلم ازاي هنعمل ايه في الغلاء، طبعا العديد من الاطروحات المرتبطه باحكام الرقابه على الاسواق، تشجيع القطاع الخاص، إزالة المعوقات الكثيرة جدا اللي موجودة أمام المستثمر بشكل عام، طرح الرخصة الذهبية لفترة أطول اللي أطلقها السيد الرئيس في فترة المؤتمر الاقتصادي، إحنا بنطلب إن إحنا خلال مدة سنتين تطلق وتوزع على كافة الأنشطة، العديد من المقترحات الحالية اللي هتلبي احتياجات أو مناسبة للمواطن المصري. صحيح أستاذ أيمن، يمكن يعني المواطن المصري وحضرتك ذكرت يمكن هذا الشق الاقتصادي، لكن كيف سيلمس المواطن نتائج الحوار الوطني فيما يتعلق بالحياة المعيشية اليومية، ومتى سيشعر بهذا التغير؟ أي أفضل ما يميز الحوار الوطني أنه بعيدا عن آليات التعديلات الحكومية، يعني نحن بنخلص الجلسة بتاعتنا مع المواطنين، بنسمع آرائهم ومقترحاتهم، بنكتب التوصيات في ذات اليوم، بنرفعها الى الامانه الفنيه اللي بدورها هتبعت مجلس الامناء، وهيروح للسيد رئيس الجمهوريه اللي قال بشكل مباشر انا هنفذ ما يطلبه المواطن في الحوار الوطني، لان ده يعتبر طلبات شعب مصر. فنحن هنملك ضمانه غير مسبوقه، عندنا السيد الرئيس الحقيقه بنفسه اللي صوتك واصل له، يعني من اول ما تدخل الحوار تتكلم كلمه في نفس اليوم بتوصل خلال 48 ساعه 36 ساعه الى الرئاسه. فنحن نملك اليه غير موجوده حتى في البرلمان، كان آلية من ناحية السرعة بالتحديد، يعني آلية سريعة جدا لتحقيق هذه الاحتياجات. احنا بنتكلم على غضون شهرين ثلاثة نلمس بشكل مباشر وسريع ما يحدث، وفي حاجات هنلمسها خلال الفترة اللي كنا فيها، يعني خلال نفس الجلسات أو الأيام أو الأسابيع المقبلة القليلة. احنا شفنا كمان يعني لما كان الشعب ابتدى يقلق، لأن الانتخابات أي انتخابات موجودة أو هتيجي ما فيهاش إشراف قضائي، لأن المدة القانونية تنتهي لإشراف القضائي في يناير المقبل. لما الناس طرحت دعوة الحوار الوطني والحوار الوطني انعقد جلسه بهذا الشان وطرح الموضوع وناقشه وطلعت توصيه بان احنا نستمر الاشراف القضائي لاننا شعب يحترم القضاء ويثق فيه ثقه كبيره، السيد الرئيس في ذات اليوم اصدر تعليماته بالتوجيه للحكومه بانها تستكمل الاشراف القضائي او تشوف ايه المنحه المطلوبه عشان تستكمل الاشراف القضائي. فاحنا نملك اليه ليست موجوده في اي مكان اخر، نحن نوصل صوت الشعب في ذات الايام او مش هنقول نفس اللحظه، في ذات الايام للسيد الرئيس، وبالتالي بدور ساعات وبياخد الإجراءات. صحيح، جزيل الشكر لك أستاذ أيمن محسب، مقرر لجنة أولويات الاستثمار العام بالحوار الوطني.